رندا فهد معي اليوم بي ايت سمارت. بونجور رندا. بونجور تينا. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. يعني من الصبح عم بتحضري، في كثير اشياء قدامنا، ان شاء الله نلحق نحكي عن كل شيء 100%. بدنا نلحق نحكي عنه، العالم موجوده هلا بالبيت، اكيد نكون عم نسليها ونسليها باكثر طريقه صحيه. يا تينا، قبل ما نبلش بموضوعنا الاساسي، عندك خبريه؟ اول شيء دائما عم حب ذكر المشاهدين انه فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف. هلا عم اقول هالشيء لانه كمان رح نكون عم نتواصل، اما رح يكونوا كل ما هن عم يتطلعوا على الانستغرام في اشياء جديده رح يكونوا عم يتعلموها بهالقعده بالبيت. هلا كنت امبارحه قلت انه خبرياتي ما رح تكون غير خبريات براكتيكال بهالايام. امبارح حكيت على 7 تيبس اللي هو فينا نعملهم نحن وموجودين بالبيت بالقليله حتى ما نكون عم نزيد بالوزن. هلا وكنا عم نقول انه مش ضروري نكون بهالوقت عم نضعف، ولكن كثير مهم ما نزيد بالوزن لانه هالشيء رح يوطي جهاز المناعه بطبيعه الحال. فهون شوي عم خوف العالم حتى يحسوا قديش اهميه انه نحن ما نزيد بوزننا. هلا اليوم وعدت المشاهدين خبرهم على تيبس كرمال السناك، واول تيب بدي اقولها هو الوقت. امبارح حكيت عن الوقت، اليوم برجع بحكي عن الوقت. يعني انا بدي اخذ سناك، خليني احدد وقتها. تعالوا نفكر، هل انا بحاجه كثير للسناك بعد الظهر صوب الساعه 5، اما انا عم بسهر كثير بهالايام بحاجه لها بالليل. فاذا هون السناك الكبير بدي اعرف انا وين حاجتي لها وحطها بهيدا الوقت، ونحدد لها وقت 100%. انا بقول نعمل 2 سناك بالنهار مهمين. اول وحده تكون الفواكه، هي اساسها قطعتين فواكه، اما فروت سالاد الى اخره. والسناك الثاني هو شيء نحن بنحبه، هلا رح نحكي عنه. فاذا تو ايت هو مهم، 2 نوع سناك، الفواكه والسناك الثاني. في ناس كمان بيعملوها فواكه، مثل انا بحب الفواكه كثير، في ناس بيعملوها الاشياء الثانيه اللي بدنا نحكي عنها. هلا ثالث شغله بدي اقوله، ما نفوت السناكات بقلب بعضها. يعني انا اليوم حز تفاح وشقفه شوكولا اكزاكتلي وكمشه بزر وستة لوز نرجع نصير ملح حلو وملح حلو. وبتعرفي من اكثر شيء بيعمل هالاشياء تينا هن الاشخاص اللي اصلا بيعملوا رجيم. يعني اصلا بيعملوا رجيم بيصيروا يقولوا انا بدي اكل 6 حبات لوز. أنا قاعدة بالبيت كل نهار 6 حبات لوز، نو واي يمرقوا معي. أكيد بيمرقوا أكثر من هيك. سو هيدي شغلة مهمة، وبدي أحط بعد بحط لوز وباكله. اليوم بدي آكل شوكولا، آكل شوكولا لكون عم بشبع منه. فإذا هيدي كمان من الأشياء اللي كثير مهمة، يا بده يكون مالح يا بده يكون حلو. إذا مالح نوع واحد مالح، إذا حلو نوع واحد من الحلو. هلا السناك فيها تكون كمان أكل. في انا كون عم بعمل بينات باتر بالبيت، جيب 2 توست حط عليهم بينات باتر وموزه، فيها تكون هيك. كمان بدي اقوله انه السناك بهالفتره ما بديها تكون لكن قليله الوحدات الحراريه، يعني ما بديها تكون كثير خفيفه، ما رح يمشي الحال. هون في اقول انا حابه اخذ سناك، اما انا حابب اخذ سناك تقريبا 300 وحده حراريه، عظيم. بالقليلة دايما بدي افكر انه بدي اياها تكون صحية، فبدل ما انا مثلا اكلها تشيبس في اكلها بوشار لنقول، اما اكلها بزر. هلا كمان شغلة بدي اقولها انه نحن عم نعمل اكل بالبيت، وكمان هون توجيه الاكل اللي بدنا نعمله او عم نحب نطبخ، اما عم نحب نعمل عم نشوف كثير طبخات ومحلات عم يعلمونا نطبخ واشياء كثير لذيذه، هون فينا نعملها بالطريقه اللي هي صحيه اكثر، ساعتها ناكل هالسناك تبعولنا اللي هو رح يكون صحي اكثر. فاذا هولي حوالت هيك 7 تيبس كنا عم بعطيكم اياهم، يعني لشوي تكونوا عم تاخذوا فكره. طبعا كل واحد مسيطر شوي على قصه الاكل بلا وعي. اكزاكتلي، وكل واحد عنده اياها بالطريقه اللي هو يمكن يختار تيب من هول التيبس اللي أكيد انا عم بقولها. اكيد لكن موضوعنا اليوم عم نحكي عن ميه الحمص. نعم، فنحن عم نحكي على الحمص، واهم من هيك كمان على ميه الحمص. اذا فيها تفرجيها الكاميرا رح دل الكاميرا انه هي هون. اوكي، ميه حمص يعني ميه سلق الحمص قصدك؟ مزبوط. فهيدي ميه الحمص هون رح نسميها اسمها اكوا فابا. رح اقول لكم كيف رح تستعمل، بس خليني اعمل اول شيء ريسيبي صغيره مزبوط العلاقه بالحمص. هون عامله انا التلياتيلي عملتها ببيستو اكيد الحبق والارض شوكي. فاذا هون عندنا
الباستا هون مع الأردشوكي، قلب الأردشوكي والبيستو اللي هو من الحبق. كرمال أعمل هيدا الصحن أنا هون بحاجة لكونسيل أكوب ونص من التالياتيلي، بكون بحاجة لكوب من الحبق، فإذا كوب حبق مع كوب من قلب الأردشوكي عم نشوفهم هون حطتهم كلهم أنا، حتى بذر دوار الشمس، عندي ملعقتين كبار، عندي ملعقة حامض مثل ما شايفين هنيك وحص الثوم. فإذا الحامض والثوم والأردشوكي والبذر والحبق عم أطحنهم كلهم سوا حتى أكون عم بعمل فيهم البيستو. طبعا بكون أنا سلقة هون التالياتيلي مزبوط، وكرمال الحمص شو عاملة أنا عم حمصهم نتينا. فإذا الحمص بيكون مسلوق عندي، بهمني هو مسلوق ما يكون كتير مسلوق مدري حتى ضل الحبة يعني مزبوط شوي قاسية. بعدين أنا بخدهم بحط لهم البهارات اللي أنا بحبها، وساعتها بفردهم بكون نشفتهم من المي قد ما فيه، بفردهم بقلب الصينية وبحطهم بالفرن. ساعتها هون بيصيروا بيقرقشوا، يعني في أشخاص بياكلوهم كسناك، عم نحكي عن سناك. وفينا هون حاطين سكوب عم نحطه مع صحن التالياتيلي. فإذا هي خلصت، سلقناها، حطينا البيستو اللي عملناها وحطينا نص كوب. شو بيميز هالطبق؟ هلا هون أنا اللي حكيتهم الكميات إن بيعملوا اثنين حصص، فإذا هيدا الصحن هو لشخصين مش لشخص واحد. أوكي، فلشخص واحد اللي هو نص هيدا الصحن اللي شايفينه، فيه 300 وحدة حرارية، فيها 14 جرام من البروتين اللي هو جاي من الحمص، وفيه 10 جرامات فاصلة 81 من الألياف. هلا أكثر شيء اللي بيميز هون، عندي كذا شغلة، الأردشوكي اللي عم نحكي عن حسناتها وحسناتها للجهاز الهضمي ولتنظيف الجسم، الحبق كمان، قديش بنعرف إنه الثوم هو شغلة كثير مهمة كرمال جهاز المناعة، والبزر اللي عم نحكي قديش فيهم المغنيزيوم والفيتامينز بي كمان اللي هي مريحة، والتالياتيلي هون لأنه بدها تعطي طاقة للجسم وبدها تشبعنا. هلأ الحمص بحد ذاته تينا هو من أنواع البقوليات ملك، من مظبوط مظبوط بالأكل لا يعلى عليه. بلبنان من نفتخر بالحمص نحن 100%. فهو بيحتوي الحديد، الفيجنز بحاجة له، هو بيحتوي كمان البروتينات، بيحتوي الكالسيوم، بيحتوي كمان الفوسفورس اللي نحن بنقول إنها كتير مهمة لمرضى الضغط، وطبعا عندنا المغنيسيوم والفيتامين بي اللي هن كمان بدهم يريحونا. هلا من هلا بعد ما وصلنا للمي، بعد ما وصلنا للمي يلا رح نزيح هالاكله، لان انا بحس المشاهدين عم بيتساءلوا شو قصه مية الحمص. هلا هاي الحمص اللي انا شويته ما كبيت ميته لانه المي كثير مهمه. اوكي، نحن لانه سلقناه ثلاث ارباع سلقة مزبوط. هلا هيدا الاكوا فابا بنقول لها، فاذا مية الحمص هي رح تكون تستعمل عند الفيجنز محل البيض. أوف، فإذا هي 100% محل بيض لأنه في بروتينات. هلأ هي لأنه وقت تكوني عم تحطيها بالبروسيسر بالبلندر، أوكي، عم بينت أنه هي عم ترفخ. نرتي، فإذا هون الملعقة ثلاث ملاعق منها هي من قد بيضة كاملة، أوكي، ثلاث ملاعق كبار كبار قد بيضة، قد بيضة بديل بيضة يعني. مزبوط، فإذا أنا عم بعمل براونيز، عم بعمل كوكيز، عم بعمل ميرانج، عم بعمل بافلوفا، عم بعمل آيس كريم، كل هالأشياء بقدر استعمل فيهم بدل بيض الأكوا فابا. هلأ المارشميلوز في عامل، فإذا هول كلهم وقت تشوفوا مارشميلوز فيجن إنه كيف هيك فيجن، ما المارشميلو الأساس تبعه بيض البيض، بيكون مستعمل الأكوا فابا. فإذا نحن هون فينا نستعملها. فإذا ياريت تحمي بس كيسة المي تنشوفها رندا هيك شوية على العالي. هلا هي مية حمص ما فيها شيء، اكزاكتلي مية الحمص بس شيء مختلف يعني. بس هيدي هلا نحن عم نشوفها شوي فيسكس يعني منا مي مي، واذا ضلينا سبع دقائق عم نكون عم نخفقها بصير لونها من لون البياض البيض. واو، وبتصير فلافي. طب هون في نسبه معينه مي للحمص لما نسلق لا تطلع هيدي؟ على الاكيد لا، على الاكيد لا يعني. ابدا ما بيأثر. اوكي،
هلا نحن هون عم نحكي ثلاث ملاعق هي من قد بيضة، الملعقتين هن من قد بياض بيضة، وملعقة واحدة من قد صفار بيضة. إذا أنا عندي ريسيبي سو اثنين بياض واحدة صفار بيعملوا بيضة. اكزاكتلي exactly. يعملوا بيضة كاملة. فإذا هيدي وهيدي خصائصها. وما فيها طعمة كمان. أولا ما فيها طعمة، وما فيها، الناس بيقولوا لي هل هون عم يكون في نشويات عم ناخد؟ أولا نحن ما عم ناخد كمية كبيرة. فلا علي يعني اكزاكتلي اذا عم نحكي على بيضه هلا، واذا عم تحكي انه كل الطبخه بدها ثلاث بيضات، ما انت كمان قديش طلع لك لك. فاذا هون نحن كفوائد غذائيه ما في فوائد الغذائيه الكبيره، بس ولكن هي استعملناها وقدرنا نعمل ريسيبيز فيها مهضومه. حلو. ما بعرف اذا عندي وقت احكي. اوكي سو انا اللي عامله الكوكيز. هلا هون الكوكيز فاذا هن فيجن، ليش؟ لانه البيض اللي بيستعمل عملت الاكوا فابر فيه. وبدنا نتذكر انه انا في جيب شوكولا اللي هو معمول من الكاكاو، لكن الكاكاو البيور كوكو اوكي هو ما في حليب، فاذا هو فيجن. وانا في جيب كمان الفيجن شوكليت ساعتها استعمله فيه، فبتطلع هون اللي هو مش محطوط له حليب، بتطلع هون فيجن ريسيبي. سو فيه زيت هول الكوكيز؟ مظبوط، فيها ملعقتين زيت كبار. فاذا هون انا عندي بنشوف هول الانجريدينتس اللي هن ناشفين اول شيء. فاذا الانجريدينتس الناشفين هن كوب من الطحين، مظبوط، عندي نص كوب من جوز الهند، ما بعرف اذا كمان كاميرا رح تفرجيني. هيدا الطحين، هيدا كمان الطعمه، هيدا جوز الهند في طعم، نص كوب هي كميه كبيره. اكيد عم تعطي طعم، ويمكن الملمس كمان بنحس فيه. مظبوط. ملعقه البيكنج باودر اوكي، عندي كمان رشه من الملح والفانيلا. هول كلهم رح نخلطهم مع بعضهم البعض، بعدين رح نكون نحن جبنا الاكوافابا. مظبوط، انا جايبه اكوافابا. مظبوط، جايبه هون 3 ارباع الكوب. اورايت، ضليتني عم بخفقها، دوبت الشوكولا، عندي ربع كوب من الشوكولا دوبته وخليته تستند هيك شوي على مهله ليرجع شوي يقسى، ما يكون كتير مي. عندنا مثل ما قلنا ملعقتين زيت، فحاطينهم مع بعضهم الشوكولا مع الزيت، وعندي طبعا بالاخر التزيين هو بيجي بالشوكليت شيبس. هلا هون انا كل وحده من الكوكيز هي ملعقه كبيره، سو طلعت تقريبا هو وقت عم شيلها طلعت 20 جرام. فكل الكوكي هون بتاخذ 83 فيها وحده حراريه، وفيها 1.5 من الالياف، وبتحتوي 4 جرامات من الدهنيات. اوكي، يعني من قد ملعقه صغيره من الزيت. فاذا هون نحن عم نعمل هالملاعق، حاطين بارشمنت بيبر ومسخنين الفرن وحاطينهم عم نخبزهم. فاذا هيدا من انواع الحلو اللي هو فيجن فينا هلا ناخده. هون خالي من السكر؟ خالي من السكر، فيهم شوية سويتنر. سويتنر بديل. اوكي مزبوط، فحتى هون سويتنر من الاشياء الابيض، بس فينا نحط سكر اذا اكزاكتلي. انا عم عدهم تينا وحسيت في شيء ناقص لانه كله لونه ابيض. اكزاكتلي exactly. اكيد في، اكيد بتحتاج لسكر. يعني هون للاشخاص اللي ما بدهم يدخلوا بيض باكلهم، ولكن مزبوط. فيهم يتناولوا حلو. اكزاكتلي. بيستبدلوا بمية الحمص. هلا هون مثلا عم نحكي على سناكس، عم نعطي تيب للسناكس اللي نحن عم ناخذها. في واحد مش غلط ياكل ثلاثه من هول الكوكيز، بده يعمل معهم فنجان سخن حتى يكونوا عم ياخذوا وقتهم، ياكلهم بطريقه مرتبه. ثانك يو رندا لهالمعلومات وهالافكار الحلوه اللي عم تجيبي لنا اياهم. رح ناخذ بريك ومكافيين.